ومن الجزائر ينضم إلينا كريم قندولي مراسل الغد. كريم، ماذا عن أبرز ملامح مشروع تعديل الدستور والذي حظي بإجماع المجلس الشعبي الوطني الجزائري؟ نعم سينار، يعني قبل ساعات من الآن تم تصويت وإقرار المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان لمشروع التعديل الخاص بالدستور الجزائري في نسخته الجديدة المعدلة من طرف لجنة الخبراء. إذن تم تصويت 265 عضوا ونائبا في البرلمان من أصل 465 صوتوا بنعم لهذا الدستور، تجدر وهي الأغلبية يعني في البرلمان الجزائري، بالتالي يمر غدا إن شاء الله على مجلس الأمة في الخطوة الأخيرة قبل عرضه على الشعب في استفتاء شعبي يوم الفاتح من شهر نوفمبر المقبل. إذن لابد من الإشارة أيضا إلى أن هناك أطيافا سياسية قاطعت جلسة التصويت، البداية بالأحزاب الإسلامية، الحديث عن حزب تجمع أقول حزب حركة مجتمع السلم حمص، وأيضا جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، وهناك أيضا أحزاب راديكالية يسارية على غرار الـRCD وأيضا الـFFS، وهي أحزاب يعني قاطعت العمل البرلماني ككل، بينما حزب العمال الذي اعتاد أيضا على المقاطعة اليوم شارك وصوت بنعم واعتبر بأن هذا الدستور يصنع القطيعة مع العهد السابق. مثل ما قلت يعني مختلف أو أبرز الملامح الخاصة بهذا التعديل الدستوري، مثلا الوزير الأول يصف هذه الخطوة بالتاريخية ويرى بأن هذه الوثيقة الدستورية هي بداية لبناء جزائر جديدة، قال بأنها ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي خطوة إلى الأمام نحو تجسيد أبرز التزامات الرئيس الجديد عبد المجيد تبون حسب ما وعد بها في برنامجه الانتخابي، وهو تعديل الدستور. أيضا قال بأن هذه الوثيقة الجديدة يعني تعيد الاعتبار أكثر إلى البرلمان ودوره الرقابي وأيضا إلى الجيش الوطني الشعبي، حيث ستعيد له مكانته خاصة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال السماح له في المشاركة بمجموعات أو بفرق من الجيش الوطني خارج الحدود لحماية الأمن القومي الجزائري. بالتالي البرلمان الآن يعني، وقد صرحنا من قبل وقلنا بأن البرلمان لا يرفض أي مشروع قانون أتاه من مجلس الوزراء تم المصادقة عليه. تحدثنا اليوم مع مجموعة من البرلمانيين، هناك حتى من قال بأن هذا البرلمان نابع من إرادة الرئيس عبد المجيد تبون، نعم. وهم لا يريدون عرقلة مسار الإصلاح، بالتالي كان واضحا ولم يخرج البرلمان عن إطار المتوقع بالمصادقة عليه، ونفس الشيء الذي سيكون غدا بإذن الله يعني في مجلس الأمة. قبل يعني الكلمة الأخيرة الآن، يعني مصادقة البرلمان مهما كانت هي شكلية لكن الكلمة الأخيرة ستبقى بيد الشعب الجزائري، إما أن يصوت بنعم ويقر هذا الدستور الجديد أو نعم يبقى كريم ضمن الدستور الحالي دستور 2016، ربما هو خيار صعب جدا لأن حتى هذا الدستور لا يرقى إلى طموحات الشعب الجزائري ولا طالما طالبوا به في الحركة الشعبية وفي جميع الملتقيات السياسية وللمجتمع المدني. إذن من الجزائر كريم قندولي مراسل الغد، شكرا لك.